تلقى أهالي خان يونس أوامر جديدة بالإخلاء من قبل جنود الاحتلال لدواعٍ أمنية، وانتشر مقطع فيديو يظهر نازحين فلسطينيين وهم يغادرون خان يونس وفقاً لأوامر الإخلاء الجديدة، حيث جدد الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء للسكان الفلسطينيين في مناطق عدة شرقية خان يونس بحجة أنه سيتحرك بقوة ضد الذين أطلقوا الصواريخ من تلك المناطق. وقال السكان إن عشرات العائلات بدأت بمغادرة منازلها والتوجه غربا نحو المواصي. واشتكى فلسطينيون في خان يونس من تهجيرهم المتتابع منذ بداية الحرب على غزة، لافتين إلى أنهم لا يلبثون يستقرون في مكان حتى تأتيهم أوامر الإخلاء مرة أخرى. والله تعبنا، يعني احنا من سكان غزه، احنا تعبانين، بيقولوا لنا هذه مناطق امنه، مناطق روحوا على الجنوب، مناطق امنه، انا اخذوا جوزي وابني اسروه. يجونا في قلب الدور، احنا بدناش نطلع، بدنا نموت في دورنا. والله الموت احسن، خلي الدول تشفق يا زمان حلق، وسألنا الله الدول برا يشفق لنا الراس اللي برا. نلينا يوم متنا 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 100 مره متنا. من دير البلح ينضم إلينا مراسل المملكة باسل العطار، أهلا ومرحبا بك معنا باسل. باسل أبدأ معك بخان يونس، كيف تبدو الأوضاع؟ وأترك لك أيضا أن تعطينا خلال الساعات الماضية كيف كانت الأوضاع في عموم مناطق غزة. نعم عبد الله، الساعات الماضية حملت غارات إسرائيلية ربما ركزت بشكل واضح على مدينة خان يونس، سواء في المناطق الشرقية أو المناطق الغربية. المناطق الغربية شهدت غارتين إسرائيليتين، الأولى استهدفت منزلا في منطقة المواصي في منطقة خان يونس، أي المنطقة التي تصنفها إسرائيل على أنها منطقة آمنة. القصف تسبب في استشهاد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة وإصابة آخرين، وأضرار لحقت في مجموعة من الخيام المحيطة في منطقة الاستهداف، حيث تم استهداف المنزل في تلك المنطقة. غارة أخرى أيضا في مواصي خان يونس استهدفت خيمة في المنطقة، 4 شهداء من عائلة واحدة وأعداد من المصابين أيضا نتيجة هذه الغارة. الغارتان تسببتا في استشهاد زميلين صحفيين، حيث أعلنت المصادر الطبية عن استشهاد فلسطينيين هما زميلان، أحدهما يعمل في تلفزيون فلسطين والآخر في تلفزيون الأقصى، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء هذه الحرب الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة، ليصل إلى 168 شهيدا صحفيا. احنا نتحدث عن الغارات الإسرائيلية في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. القصف المدفعي كان يأخذ الرتم العنيف، بمعنى إطلاق لعشرات القذائف ومن ثم عودة الهدوء الحذر. إسرائيل الآن تتواجد آلياتها في مناطق القرارة في شمال شرق مدينة خان يونس، حيث تم نصب هناك رافعة تعتليها أو يعتليها جندي قناص إسرائيلي يستهدف أي فلسطيني يقترب من منطقة القرارة في شمال شرق مدينة خان يونس. أيضا الآليات العسكرية باتت تتمركز على ما تعرف بتبة 86، وهي تلة تكشف مدينتي خان يونس ودير البلح، وتتواجد الآليات في تلك المنطقة. أيضا في السطر الشرقي لمدينة خان يونس وصلت الآليات إلى تلك المناطق، ويسمع أصوات انفجارات بين الحين والآخر، لا يعرف بالضبط ما الذي تقوم به آليات الاحتلال. المعلومات الأولية تتحدث عن عمليات تجريف تقوم بها الآليات هناك، وأيضا مقاومة تتعرض لها من خلال سماع بعض الاشتباكات بين عناصر الفصائل الفلسطينية وبين جنود الاحتلال المتوغلين في تلك المنطقة. مدينة رفح أيضا قبل قليل تمكنت الطواقم الطبية من انتشال شهيدين من تلك المناطق، أحدهما كان جثمانه متحللا بشكل كبير، وحتى الآن تجري محاولات التعرف على جثمان الشهيد من قبل وسائل الإعلام المحلية التي نشرت صورته بهدف محاولة التعرف عليه. شمال القطاع أيضا كان مسرحا للغارات الإسرائيلية، استهداف إسرائيلي في مدينة غزة أدى إلى استشهاد فلسطينيين لإحدى الشقق السكنية وإصابة آخرين نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية.
بس الصور التي تم بثها حول عمليات النزوح من خان يونس صور مؤلمة وقاسية، ونتحدث عن الشكاوى التي ذكرناها للفلسطينيين فيما يتعلق بكثرة نزوح من منطقة إلى أخرى. الآن نتحدث عن توجههم، أين سيتوجهون بشكل واضح، وماذا عن الأوضاع في هذه المخيمات التي لربما تشهد كثافة بشكل غير معتاد في هذه المرحلة تحديدا مع هذه العمليات العسكرية والتحذيرات الإسرائيلية؟ غالبية من نزحوا الآن عبد الله من المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، الغالبية العظمى الآن هم متواجدين في شوارع المدينة من الناحية الغربية. لا يوجد أي خيام، لا يوجد أي مخيمات، لا يوجد أي مكان لاستضافتهم، وقضوا الليلة الماضية في العراء. نحن نتحدث عن عائلات، نساء، أطفال. بعض النازحين في المناطق الغربية اضطر لمغادرة خيمته، وجعل النساء أو أن تقيم النساء في هذه الخيام، بينما افترش الشبان الشوارع. لا يوجد متسع في المناطق الغربية لمدينة خان يونس التي تصنفها إسرائيل على أنها منطقة إنسانية آمنة، ولا يوجد أيضا أمان لأن الغارات الإسرائيلية مستمرة، وتحدثنا عن غارتين نفذتا في تلك المنطقة. أيضا الدور الذي تقوم به المؤسسات الدولية هو محل أيضا انتقاد كبير من النازحين. لا يوجد أي تدخل لتوفير على الأقل أماكن لاستضافة هؤلاء النازحين. الأعداد كبيرة وكبيرة جدا في منطقة مواصي خان يونس، هي تفوق قدرة هذه المنطقة التي هي عبارة أصلا عن رمال، لا يوجد بها بنى تحتية كانت في السابق ما قبل الحرب، والآن يتم تحويلها إلى مكان للفلسطينيين. لا يوجد آبار مياه، لا يوجد قدرة على تغطية هذا العدد الكبير من النازحين. يتم إحضار المياه من خلال سيارات من محطة التحلية الموجودة في المناطق الغربية لمدينة دير البلح، لكن أيضا الأوضاع كارثية. هذا الأمر أيضا ينطبق على مدينة دير البلح التي هي الأخرى، باتت مكتظة بشكل كبير جدا بالنازحين. الأوضاع الإنسانية صعبة، الظروف معقدة، مأساة حقيقية لا يمكن تصورها الآن يعيشها النازحون، دون غذاء، دون مياه، دون فراش، دون خيام، دون مكان إقامة. الأطفال معرضون، هم الفئة الأكثر تعرضا للأمراض نتيجة هذه الظروف المعقدة. دورات المياه أيضا مشتركة، آلاف الفلسطينيين يشتركون ببعض دورات المياه الموجودة والتي تم إنشاؤها هناك دون وجود الحد الأدنى من عوامل النظافة بسبب عدم وجود مواد التنظيف التي هي الأخرى مفقودة من أسواق القطاع. الظروف صعبة عبد الله، لا يمكن وصفها، ربما حتى الصور والشكاوي التي يتم نقلها عبر شاشة المملكة أو عبر وسائل الإعلام الأخرى لا تعطي الموضوع حقيقة ما يحدث، لأن الأمور كارثية بشكل كبير، وحالة اليأس والضغط النفسي وصلت لمعدلات كبيرة وكبيرة جدا لدى هؤلاء الذين فقدوا الأمل حتى الآن بأي إمكانية لانتشالهم من هذا الوضع. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، مراسل المملكة من دير البلح باسل العطار. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 12 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، وأضاف جيش الاحتلال أنه تم إصابة 4284 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب، من بينهم 2190 منذ بدء العملية البرية. يواجه ذوو الإعاقة تحديات في الظروف العادية، لكن الحرب على غزة فاقمت من أوضاعهم وعدم قدرتهم على الحركة أو الوصول إلى الرعاية الطبية والمرافق المناسبة. ويؤوي مخيم ابتسامة الأمل المخصص للنازحين الفلسطينيين ذوي الإعاقة في دير البلح وسط غزة 100 شخص، ويواجه المخيم نقصا في التمويل والإمدادات. الحرب طبعا قاسية جدا وأثرها كتير سلبي وكتير سيء على كل شرائح المجتمعنا، فكان تأثيرها على الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير وبشكل ضخم نسبة للأشخاص اللي بدون إعاقة. فالصعوبات كبيرة، الاحتياجات كبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، عدم توفير الاحتياجات، عدم القدرة على التنقل،
عدم القدرة على الوصول للمرافق الصحية والمرافق الطبية، فكل هذه أثرت بشكل كبير على الأشخاص ذوي الإعاقة وفاقت من معاناتهم ومن التحديات اللي بيواجهوها. هذه الاحتياجات الكبيرة والصعبة اللي بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة أصلاً بالظروف العادية والظروف الطبيعية كانت شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة تواجه صعوبات وتواجه عقبات وتواجه تحديات كبيرة، فما بالك في هذه الظروف القاهرة اللي بتواجه كل مجتمعنا الفلسطيني. طبعاً بالنسبة لنا كمعاقين حركياً كان يعني أقصى ما نعاني منه قبل مجيئنا إلى هذا المخيم هو يعني وجود حمام وائم لذوي الإعاقة الحركية. ما قبل يعني قدومي إلى هنا كنت يعني أعاني بشكل كبير دخول الحمام أو إيجاد مكان ملائم لدخول الحمام. هذا المركز لا يضم إلا 100 شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، وخلال الحرب كثير من الأشخاص أيضا تعرضوا للإعاقة، واستطعنا أن نوفر جزء قليل من احتياجاتهم، لكن ما زالوا الأشخاص ذوي الإعاقة والأعداد الجديدة من الأشخاص ذوي الإعاقة في حاجة إلى مزيد من الخدمات والاحتياجات. منع إسرائيل منذ بداية الحرب من إدخال مواد التنظيف بأصنافها كافة إلى قطاع غزة تسبب في شح هذه المواد إلى جانب ارتفاع أسعار المتوفر منها بشكل كبير. الجهات الطبية حذرت من تأثير هذا الأمر على مقاومة الأمراض المعدية خاصة داخل مخيمات النزوح في وقت تحاول فيه مصانع محلية سد هذا العجز طوال الفترة الماضية، لكنها باتت هي الأخرى مهددة بالتوقف بسبب نفاد المواد الخام. أنا أقف الآن ربما على أغلى بضائع موجودة الآن في أسواق قطاع غزة، المواد التنظيفية التي باتت مفقودة بشكل كامل من أسواق القطاع جراء منعها من الجانب الإسرائيلي منع دخولها إلى قطاع غزة. نحن نتحدث عن أن جميع أصناف المنظفات المناديل جميعها مفقودة، وما هو متوفر بأسعار فلكية مرتفعة. والله معاناة كتير يعني منعاني من فائدها بالسوق، من يعني مش عارفين كيف نتصرف في إنه مش موجودة لا صابونة تغسيل ولا صابونة غسيل ولا إشي، مش متواجدة ومنعاني من هذا الإشي يعني. طب كيف ماشيين أموركم؟ والله بنحاول إنه نشتريها لأنه هذا إشي بنستغنيش عنه يعني إشي ضروري، فبنحاول على أدنى بنشتري يعني الكمية اللي بتناسبنا بس يعني. كيف الأسعار؟ والله غالية كتير، غالي غالي جدا. المواد المستوردة اليوم الشعب مش قادر على حقها، مش قادر بصراحة. قديش وصلت؟ بقول لك مثلا هذا ب 140 شيكل، هذا كله فطرة، هذا صابونة هذه حقها نص شيكل اليوم ب 20 شيكل، مين بايد القرار هذا؟ كان حقها زمان نص شيكل اليوم ب 20 شيكل، البريل حقه 4 شيكل و6 شيكل، هذا اليوم حقه 90 90 90. طيب المعجون الاسنان، معجون الاسنان 30 شيكل. طب شو السبب، شو السبب في الاسعار الفلكيه؟ هذه الشامبوهات جابوها من غزه، يعني لما فتحوا دخلوا بضاعه من غزه، وكل دير البلح بتلم الكاش 20 علبه، كل دير البلح بتلمش 20 علبه. طب هذا اسعار المواد التنظيف، طب المناديل والشغلات هاي كيف اسعارها، برضو غاليه؟ هذا حقه 20 شيكل، بقى حقه شكله نص و2 شيكل. هذا حقه 20 شيكل. في ظل الأزمة الكبيرة المتعلقة بتوفير مواد التنظيف في قطاع غزة، بدأت المصانع المحلية في العمل في القطاع بهدف توفير هذه المادة. الصعوبات اللي بنواجهها أول حاجة عدم توافر المواد الخام، أو بدأت إنها تنتهي نهائي، بدأت تتخلص نهائي من عندنا. هنضطر لإغلاق المحل بعد فترة بسبب إغلاق المعابر وعدم دخول المواد الخام. إيش أكثر المواد الخام اللي كنتوا تستخدموها؟ أنتوا مصنع طبعاً من قبل الحرب، شو المواد اللي انفقدت بشكل كبير الآن من الأسواق؟ انفقدت هي مادة الإيتا، المادة الرئيسية في الصابونة، ومادة اللبس طبعاً، هدول المواد والروايح طبعاً، وحاجات كتير انفقدت بس منعوضها في إشي تاني، بس هدول المادتين المادات الرئيسية في السائل. اللتر قبل الحرب كنت أبيعه أنا بشكل ونص وباثنين، اليوم ببيع اللتر بثمانية وبتسعة حسب جودة المنتج اللي بعمله.
حسب توافر المواد الخام. إذا توافر المواد الخام عالي عندي بأرفع من سعر المنتج، لأن المواد الخام عالية بتكون سعرها. وبنشتغل حسب السوق، إحنا حسب إيش بيطلب السوق بنوفر. حتى الآن إسرائيل ترفض بشكل قاطع إدخال هذه المواد، سواء المواد الخام أو المواد حتى المستوردة، مما يعني أن الأمر يأخذ الشكل المقصود وفق ما يرى الفلسطينيون. باسل العطار، المملكة، من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.